everyone. في الفيديو ده هنتكلم عن ضمائر المفعول وهي Object Pronouns، ودي تعتبر الحلقة رقم 5 في سلسلة القواعد اللي بدأناها واللي بنتعرف فيها على أقسام أو أجزاء الكلام. الحلقة اللي فاتت بدأنا في الضمائر وقلنا هندرس منهم 4 أنواع ودرسنا ضمائر الفاعل. دلوقتي هنعرف إيه هي ضمائر المفعول وإزاي نستخدمها في الجمل. Let's start. Object Pronouns. Object يعني مفعول وPronoun يعني ضمير، وعلشان أعرف أحدد ضمائر المفعول في الجملة يبقى المفروض أكون عارف في الأول يعني إيه مفعول. خلونا نعرف يعني إيه مفعول وبعد كده هنرجع لموضوعنا الأساسي وهو ضمائر المفعول. المفعول أو الأوبجكت هو الاسم اللي وقع عليه الفعل في الجملة. In English, an object is a noun or pronoun that is governed by a verb or a preposition. يعني إيه؟ يعني المفعول ممكن يكون اسم أو ضمير بيتم التحكم فيه إما بالفعل أو بالحرف. إيه الكلام المعقد ده؟ يعني إيه بيتم التحكم فيه بالفعل أو بالحرف؟ ببساطة شديدة خلينا نعرف أكتر باستخدام الأمثلة. Let's go. The first example. المثال الأول، لما أقول مثلا سالم caught a fish. سالم caught a fish. الجملة دي بتتكون من 3 كلمات بارزة ورئيسية عندي اللي نازل منهم الأسهم زي ما احنا شايفين. الكلمة الأولى هي كلمة سالم، والكلمة دي في الجملة هي الفاعل أو الشخص اللي قام بالفعل، والكلمة الثانية هي كلمة caught. caught. caught هي الفعل الماضي من catch وده معناه يمسك به، والكلمة الثالثة والأخيرة هي كلمة fish، والكلمة دي هنا هي الأوبجكت أو المفعول في الجملة دي. وفي الجملة دي المفعول نوعه مفعول مباشر اسمه direct object. direct object يعني واضح وصريح في الجملة. طيب دي وعرفناها إنه الفيش اللي هي السمكة هي اللي وقع عليها الفعل وتم الإمساك بها ولذلك فهي المفعول. إيه بقى موضوع المفعول اللي بيتحكم فيه الحرف ده؟ Let's have some examples to know the answer. The first example. المثال الأول، لما أقول sit with them. sit with them يعني اجلس معهم. عندي 3 كلمات رئيسية في الجملة دي، كلمة sit وهي verb وهنا نوع الفعل فعل أمر، وعندي كلمة with وwith هنا preposition حرف جر، وعندي الكلمة الأخيرة them وthem هنا هي ضمير المفعول اللي هو موضوعنا الأساسي النهاردة. فهنا كلمة them تم التحكم فيها بحرف الجر with وليس بالفعل، ولذلك ده اسمه مفعول حرف الجر. Object of a preposition. Object of a preposition. Let's have one more example. لما أقول مثلا give her the fish. Give her the fish يعني أعطيها السمكة. عندي هنا 3 كلمات رئيسية هنركز عليهم. كلمة give هي الverb أو الفعل، وهنا برضو الفعل فعل أمر، وعندي كلمة fish. خلونا معلش نبدأ من ورا. كلمة fish هي المفعول اللي وقع عليه الفعل، لكن في الجملة دي عندي كمان مفعول تاني اللي هو her. give her the fish يعني الجملة دي فيها مفعولين her وthe fish. المفعول اللي هو her هنا بسميه indirect object. indirect object يعني مفعول غير مباشر، وده النوع الثالث من أنواع الobjects، وقلناهم باختصار وإحنا بنتكلم بدون ما نعقد الدنيا. يبقى عندنا direct object وindirect object زي المثال اللي لسه قايلينه حالا، وعندي كمان an object of a preposition اللي هو مفعول حرف الجر. وبعد ما تعرفنا على المفعول نرجع لموضوعنا الأصلي وهو ضمائر المفعول Object Pronouns، وهي الضمائر اللي بنستخدمها عشان نستبدل بيها المفعول به في الجملة. وبعد ما عرفنا بالتفصيل الـ Subject Pronouns في الحلقة اللي فاتت هندخل في موضوعنا على طول اللي هو الـ Object Pronouns.
فلو عندي ضمير الفاعل هو I بيكون ضمير المفعول منه me, you, you, he, him, she, her, it, it, we, us, they, them. دي ضمائر المفعول عندنا في اللغة الإنجليزية. خلونا ناخد مثال ونعرف إزاي نستخدمهم في الجملة. شايفين لعبة الروبوت اللي قدامنا بيتمشى ده؟ تخيلوا كده معايا إنه في خناقة قايمة عليه في البيت والأم مش عارفة يا حرام تديه لمين. فأول حاجة هتفكر تعملها إن هي تاخده منهم, فهتقول لهم give me the toy, give me the toy. أو ممكن تفكر إن هي تديه للولد لأنه هو أصلا بتاعه, فتقول لهم give him the toy, give him the toy. أو تديه للبنت لأنه هو أصلا بتاعها, فتقول لهم give her the toy, give her the toy. أو تفكر تقول للولد اللي مستولي على اللعبة وبيلعب بها لوحده إنه يتشارك مع أخواته, فتقول له give them the toy, give them the toy. وبكده نكون عرفنا استخدام ضمائر المفعول في الجملة بيكون إزاي. ضمير المفعول بيجي بعد الفعل, بعد الفعل, بعد الفعل. Let's have some more examples. خلونا ناخد بس كمان مثالين اتنين عشان نتأكد ان احنا عرفنا ضمائر المفعول وعرفنا ازاي نستخدمها في الجملة. المثال الاول, I saw my friend this morning, I gave my friend a book. الجملة دي الكلمة المتكررة فيها هي كلمة my friend, وهي في الجملة التانية مفعول وليست فاعل, لان لو تلاحظوا هي جاية بعد الفعل, ولذلك لما استبدلها بضمير بستبدلها بضمير مفعول اللي هو him, فهتكون الجملة كالتالي, I saw my friend this morning, I gave him a book, I saw my friend this morning, I gave him a book. المثال الأخير معانا في موضوعنا النهاردة, ناصر likes computer games but he doesn't play computer games very often. لو لاحظنا في الجملة دي الكلمة المتكررة هي كلمة computer games, وهي هنا مفعول, وبما اننا اتعلمنا في الفيديو اللي فات ان الاشياء الجمع بستخدم لها الضمير الفاعل they, يبقى هستخدم ضمير المفعول بتاع ضمير الفاعل they واللي هو them, فهتكون الجملة الصحيحة بالشكل ده, ناصر likes computer games but he doesn't play them very often. ناصر likes computer games but he doesn't play them very often. ودلوقتي وصلنا للجزء الأخير في حلقة النهاردة وهو جزء التدريب. معانا 3 أسئلة مطلوب إن احنا نشوف الكلمة المتكررة ونشوف المفروض نستبدلها بضمير إيه. المرة دي أنا مش هجاوب على الأسئلة, هسيبكوا تفكروا فيها وتخلوا الإجابة في كومنت تحت الفيديو ده. Number 1, Neil Armstrong was born in 1930. Neil Armstrong landed on the moon in 1969. يعني نيل أرمسترونج اللي هو عارفينه طبعا أول عالم فضاء ذهب للفضاء ومشي على القمر, على سطح القمر, اتولد سنة 1930. وفي الجملة التانية بيقول لي نيل أرمسترونج landed on the moon in 1969, يعني هبط على القمر سنة 1969. عايزين نشوف كلمة نيل أرمسترونج اللي متكررة في الجملة التانية, لو هستبدلها بضمير هيكون ايه هو الضمير ده. المثال التاني أو السؤال الثاني, My aunt lives in Canada but my aunt comes to visit my family and me. يعني عمتي أو خالتي عايشة في كندا ولكن بتيجي عشان تزورني أنا وعائلتي. هنا في كلمتين المفروض أني أستبدلهم بضميرين مختلفين. الكلمة الأولى هي كلمة my aunt, والكلمة الثانية هي كلمة my family and me. Number 3, Where's Sarah? I didn't see Sarah at the party last week. أين سارة؟ أنا ما شفتهاش في الحفلة الأسبوع اللي فات. عايزين نشوف كلمة سارة اللي متكررة في الجملة التانية, لو هستبدلها بضمير هيكون إيه هو الضمير ده؟ Now we come to the end of this video. Thanks for watching and see you next time with a new video. إذا عجبكم الفيديو تقدروا تشاركوه مع أصحابكم المهتمين بتعلم الإنجليش في البيت,
وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. Goodbye.